يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس بيان مصر أمام القمة الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية بإجمالي قوات تجاوز 30,000 فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية سعيا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.